أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي. وسيبقى تدفق الخير في هذه الأمة، سيبقى رمضان رمزا لمضاعفة الأجور. وبالنفحات كم طاب ليفتح بالصيام لنا إلى الفردوس أبوابا. تابعونا على صفحاتنا التالية: